نشرت شركة الاستخبارات العالمية الخاصة أوكسفورد أناليتيكا تقريرا موسعا عبر موقعها الإلكتروني عن قضية مقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني. وأكد التقرير أن بريطانيا أعاقت لفترة طويلة التحقيقات بحجبها معلومات تخص مؤسسات داخلها وتوجيه تقارير والشائعات ضد السلطات المصرية، وأن جامعة كامبريدج البريطانية ساهمت بعرقلة المحققين في القضية، مشيرة إلى أن المحرض الرئيسي على مقتل ريجيني هو من حرض الحكومة الإيطالية واتهم السلطات المصرية. يعني أستاذ عادل، حسب ما جاء في المقال أو في الخبر، كيف تقرؤون المعلومات التي جاءت في التقرير؟ وبرأيكم لماذا لم تتدخل مصر مع أجهزة تحقيق الإيطالية للكشف عن تورط جامعة كامبريدج في قضية مقتل ريجيني وربما دفع التهمة عن الحكومة المصرية؟ شوفي، الفترة القليلة القادمة في خلال أسبوع أو أسبوعين هتتكشف الأمور واضحة. هناك صراع واتهامات متبادلة بين بريطانيا وبين إيطاليا. بريطانيا بتقول أنه إيطاليا بتحاول أن تلفق التهمة لمها عبد الرحمن اللي هي المشرفة على رسالة ريجيني، وهي منتمية لجماعة الإخوان المسلمين. وإيطاليا بتتهم الجامعة بأن هي إلى الآن لم تحرك ساكنا ولم تجب عن الأسئلة التي أعلنت. مصر ليه ما تدخلتش في الموضوع؟ مصر قد ترى أنه من الأفضل أن تصبر قليلا حتى تتضح الرؤية بين الاثنين المتنافسين. إحنا ما ندخلش في الوقت ده، إحنا نستنى نشوف الأحداث هتسفر عن إيه بالضبط في الفترة القادمة، وهنتدخل. لكن أعتقد أن في خلال 10 أيام أو أسبوعين أو 3 بالكتير الأمور هتتضح من وراء مقتل ريجيني، وهل له علاقة بالاكتشافات البترولية مثلا في البحر المتوسط ولا لا، وهل هناك علاقة بين الإخوان المسلمين ومقتل ريجيني في توقيت معين ولا لا. في خلال أسبوعين 3 ويا خبر ببلاش، بالنهاردة بفلوس بكرة ببلاش. قال الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية إن انتشار بيع الدواجن على الأرصفة كارثة، مطالبا بتفعيل دور الجهات الرقابية وإعدام تلك الدواجن حفاظا على صحة المواطنين. وأضاف عبد العزيز أن الدواجن التي يتم تداولها في الشوارع بسعر 12 جنيها ونصف للواحدة أوشكت صلاحيتها على الانتهاء بحد أقصى مايو المقبل، فيما وجهت وزارة التموين حملات مكثفة على الأسواق للتأكد من صلاحية الدواجن لدى فروع المجمعات التجارية. أعلن الدكتور خالد العناني وزير الأثار عن كشف أثري جديد لمقبرة بمنطقة الجبانة الغربية بالأهرامات، وأشار العناني لأن المقبرة التي تضم بعض النقوش النادرة تعود إلى الأسرة الخامسة، أي قبل 4